لكن ترى هذا هو الشيء الصحيح هو السيناريس التعاون العقد مع المواطنين الصحيح ونشكو هذا الوش الذي ينزل والركيزة الأساسية ديالو اللي هو المحور ديال التكوين الأساتذة نشكو كيفاش الحكومة تقدر تنزل هذا الإصلاح وراها الاثنين اللي فات التعارف اللي وقع بين رئيس الحكومة ووزير التعليم ووزير التعليم العالي اللي تعطي واحد الآفاق جديدة للتكوين الأساتذة ديالنا لا في البنك ولا في البيت ومن نهاء الفين إلى الشمع المشريف الذي تكون مبتئة أستاذ واحد طريقة واحد نوعية باش تكون واحد جودة تكوين اللي تعطينا واحد جودة أستاذ اللي تعطينا واحد جودة في المنظومة العلمية باش المواطن وباش التلميذ يوصل مستوى المستوى باش تكون عنده جميع الفرص باش ينجح في النيفال ديالو في الحياة فهذا الورش هذا كبير باش تكون رغم الإجراءات ديال الإسلام راه هكا ديال رئيس الحكومة شد الالتزامات مع المنتجات 4 مليار ديال الدلم تخصص هذا الجانب ديال التكوين لأنه كما فعلتم ديك الساعة أساتذة المتعلمين كانوا بعد فترة كيعرفوا يمشيو يديروا التكوين ديالهم أقسام لأنه التكوين محور ديال التكوين العجلة الجديدة ديال التكوين ديال الأساتذة جات على 3 محاور التكوين الأساسي، التكوين المهني، وإنما التكوين في الأعمال، إذا أردت تمشي للإنسان يمكن التكوين، ولهذا خصها تحميل هذه الأزمة من الشر، لهذا الأستاذ المتابع عليك باش يقدر يمشي تحت الإنسان ويمشي للإنسان، 4 مليار ديال الدين، هذه التغذية باش تساعدها باش تخصها وباش تلتزم كان يمشي السيدة وزيادة السلاحة كما تجي مرات محطة مهمة في الكتب السياحية الأول لدينا كان غادي تجي بس مرات باش توصل معكم الشعب شنو بتاع الساحل عندك اجراءات غاليه ان شاء الله
الشفاء العاجل لجلالة الملك نصر الله